الشعب السوري ما بيخون غير ثلاثة ما بنختار غير ثلاثة ما بنختار الله وسوريا وبشار الله وسوريا وبشار غير ثلاثة ما بنختار غير ثلاثة ما بنختار الله وسوريا وبشار الله وسوريا وبشار يا جماعة مراسلنا هلا بالخليج وراسلنا بالخليج هلا اجتمعوا دول الخليج وحكام الخليج هلا وقرروا بألفوا جيش بألفوا جيش بقيادة حمد بن خليفة ليحرر فلسطين والدعم المادي رح يكون من الصهيوني عفوا من سعود الفيصل والاردن رح تفتح حدودها للشعوب للجيوش الخليجيه مشان يحرروا فلسطين هلا اليوم قرروا وهذا جابر الصبور وجابر الصباح يعني هو بيشبه كل شيء الا الصباح قرر كمان يدعمهم بالنفط الكويتي كله مشان يحرروا فلسطين والقدس لانه قال غيرانين من سوريا هي كل مره بتحرر القدس فاليوم حمد وال سعود وهذا الصباح والمساء وذاك ابو خنجر اسمه ابو قادوس ما بعرف المهم قرروا اليوم يحرروا القدس واكيد مراسلنا شربان لتوين مسكي حتى قال الخبر لانه اكيد الخبر عار عن الصحه واللي ذكرت اسمائهم هن شله صهاينه عفوا شله صهاينه اللي ذكرتهم وكليب للاسف الكليب اوفى منهم ويا ريت يا ريت يا ريت الشعوب العربية اللي لسه نايمة تقوم تغير هالكلاب اللي عندها للشعب الخليجي النايم يقوم يغير اللي عنده حاش تنزل حاش تنزل حاش تنزل هذا بغير الأكبر بس بشار ونصر الله بشار وبس 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 شوف الفيديو نزلت زلي يا